لتقرير وزارة التنمية المحلية المنوفية تتصدر المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. أشار تقرير وزارة التنمية المحلية أن محافظة المنوفية تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى. حيث أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة تصدرت المحافظات في تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمباني والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات، تليها محافظات الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادي الجديد، بينما احتلت المراكز الأولى في من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى نهاية مارس 2020. وقد شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77,000 مبنى وغلق 5,000 محل تجاري مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة ب7,000 مقهى وكافيتيريا وغلق 7,000 مركز تعليمي وإلغاء 2,116 أسواق شعبية، بالإضافة إلى غلق الكثير من النوادي والقاعات والأفراح بمختلف المحافظات. ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين المواطنين.